مساء الخير. سؤالين مهمين مطروحين في منطقة الخليج وفي خارج منطقة الخليج. هل الولايات المتحدة جادة في الدفاع عن المنطقة؟ وإذا لم تكن جادة، ما هي خيارات دول المنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين إذا لم تكن الولايات المتحدة جادة في الدفاع عنهم؟ السؤالين دول مطروحين ليه؟ لأنه الولايات المتحدة بعد مرور نحو أسبوعين من هجمات 14 سبتمبر المروعة على أرامكو لم تحرك ساكنا على الأقل عسكريا. في مايو الماضي الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية إعطاب مجموعة من ناقلات النفط ولم تحرك ساكنا، وحملت إيران مسؤولية اختطاف أو تعطيل الملاحة في الخليج العربي ولم تحرك ساكنا، ثم حملت إيران مسؤولية مجموعة من الهجمات التي تبناها الحوثيون ولكن على السعودية وعلى الإمارات ولكنها لم تحرك ساكنا، ثم جاءت العملية الأكبر حتى الآن ضد أرامكو في 14 سبتمبر، وهذه العملية أخرجت 5% من إنتاج البترول العالمي و 50% من إنتاج السعودية خارج السوق، ولم تحرك الولايات المتحدة ساكنا، واكتفت بالحديث عن دراستها لخيارات مختلفة للرد على إيران ومزيد من العقوبات عليها. طيب، إمتى أمريكا ممكن ترد على إيران عسكريا إذا لم ترد بعد هجمات أرامكو؟ عشان نفهم الموقف الأمريكي لازم نحكي الحكاية من الأول، والحكاية من الأول أذكركم بها بتقول إنه مصالح الولايات المتحدة في المنطقة العربية وتحديدا في المشرق العربي ومنطقة الخليج هم أمرين اثنين أساسيين والباقي تفاصيل. الأمر الأول هو ضمان أمن إسرائيل، والأمر الثاني هو ضمان أمن الطاقة بمعنى حماية منابع النفط في منطقة الخليج وضمان وصول البترول إلى أسواق أمريكا وأسواق حلفائها، والكلام ده يعني منذ نحو 7 عقود أو حوالي 70 سنة. طيب، نفس الاهتمام ده، النقطتين دول هم اللي خلوا الولايات المتحدة لا تتردد في إرسال أكثر من 500,000 جندي أمريكي لإخراج صدام حسين في حرب تحرير الكويت، ثم غزو العراق سنة 2003. وقتها من وجهة النظر الأمريكية كانت تجارة البترول مهددة وكان أمن إسرائيل على المحك، هكذا قال الأمريكان. طيب، إيه اللي اختلف؟ إيه اللي اختلف من سنة 90 إلى سنة 2019؟ اللي اختلف مرور 29 سنة كاملة تغير فيها الموقف على النحو التالي. من وجهة نظر الأمريكان وفي الوقت الحالي وما يدور داخل البيت الأبيض وينشره ويتحدث عنه المسؤولون في كل مكان، أمرين اختلفوا. الأمر الأول إن أمن إسرائيل حقيقة ليس على المحك. كان مستقبل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لأسباب انتخابية على المحك، لكن أمن إسرائيل لم يكن على المحك. إسرائيل دولة قوية وهي التي تتحرش وهي التي تبادر بضرب أهداف لإيران في سوريا والعراق ولبنان وربما في أماكن أخرى. فإذا إسرائيل ليست مهددة. وماذا عن سوق الطاقة؟ أمريكا أصبحت تنافس السعودية على لقب أكبر منتج للبترول، أكبر منتج وليس أكبر مصدر، لأنها بتحتاجه دولة صناعية كبرى فبتحتاج البترول، لكنها تنافس المملكة العربية السعودية منذ 2 على لقب أكبر منتج للبترول في العالم. هي صحيح بتستورد لكنها تصدر أكثر مما تستورد، وبالتالي فهي نت إكسبورتر، يعني هي مصدر صافي، ما تصدره أكثر مما تستورده. هل معنى ذلك أنها ليست في حاجة إلى بترول الخليج؟ لا، هي في حاجة نسبيا إلى بترول الخليج وما زالت مهتمة إلى بترول الخليج، مهتمة ببترول الخليج، ولكن حاجتها إلى بترول المنطقة وحاجة حلفائها تراجعت. وأعطيكم مثال بسنة 80. ليه سنة 80؟ لأن في سنة 80 تعهد الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر بالتدخل العسكري إذا تعرض بترول المنطقة إلى أي خطر. وليه ساعتها كان في خطر على بترول الخليج؟ باختصار شديد جدا لدخول الاتحاد السوفيتي وقتها أراضي أفغانستان، فشعرت الولايات المتحدة أن الاتحاد السوفيتي سوف يكون قادرا ممكن على تهديد بترول المنطقة كلها سواء كان إيران أو حتى طبعا بترول أو منطقة الخليج.
التعهد ده سنة 80 هو اللي سمي لاحقا بعقيدة كارتر، يعني التعهد الأمريكي بالتدخل العسكري إذا تعرضت إمدادات النفط في المنطقة إلى خطر. طيب وقتها كانت أمريكا بتستورد أكثر من 2 مليون برميل من النفط يوميا من بترول المنطقة، وكان احتياج أوروبا وحلفائها في آسيا شديد إلى بترول المنطقة. بعد مرور 29 سنة زي ما قلت لحضراتكم، والتغير والطفرة اللي موجودة في الإنتاج المحلي للبترول الأمريكي، أصبحت أمريكا بتستورد حوالي 800-900 ألف برميل يوميا من المنطقة، وهي ممكن تتدبرهم من منطقة أخرى. وأوروبا نوعت مصادر بترولها وأصبحت أكثر اعتمادا على الطاقة الروسية سواء غاز أو نفط، ودي قصة تانية. فيما يتعلق بالمين اللي بيستورد بترول الخليج، بشكل أساسي دول شرق آسيا، الدول الأسيوية الصناعية، من هم تحديدا الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند. الصين دولة منافس، يعني يعني أمريكا لن تبذل مجهودا كبيرا للتأكد من أن البترول بيصلها مجانا، والهند منافس محتمل في المستقبل. يتبقى دولتين، كوريا الجنوبية واليابان، هم في أشد الحاجة إلى بترول الخليج. والدول دي كلها على بعض، من كل 4 براميل بترول بتخرج من المنطقة، من منطقة الخليج سواء إيران أو الدول العربية، 3 بيروحوا إلى هذه المنطقة. طب هل احتياجات تأمين احتياجات كوريا الجنوبية واليابان يستحق المغامرة بحرب ضد إيران؟ في الوقت الحالي الولايات المتحدة لا ترى سبب لذلك. طبعا مخاوف دول الخليج يعني بالنسبة لها ليست سببا كافيا لشن حرب على إيران، بل بالعكس خوف الدول العربية من إيران ربما يصب في مصلحتها، لأنه يتحول إلى عقود تسليح وعقود دفاع وتمديد إلى القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة اللي بتخدم مصالح أمريكا في احتواء الصين وروسيا لاحقا. من إمتى أمريكا يمكن أن تتحرك وتوجه ضربة عسكرية إلى إيران؟ الحقيقة أنه في أكاديمي أمريكي، يعني من أهم الناس اللي هم متخصصين في السياسة الخارجية الأمريكية خصوصا تجاه المنطقة، اللي هو السيد وولتر راسل ميد، وده أكاديمي معروف، لخص الدوافع اللي ممكن تدفع والخطوط الحمراء التي لو تجاوزتها إيران سوف تقوم الولايات المتحدة بضربة عسكرية أو توجيه ضربة عسكرية لها. هذه الأسباب التي لخصها في مقال مؤخرا في صحيفة وول ستريت جورنال تتلخص في التالي: أول حاجة الهجوم على قوات أمريكية في المنطقة أو خارج المنطقة. 2 الهجوم على أي سفن أمريكية تحمل العلم الأمريكي، يعني واضح أنه سفينة أمريكية. 3 أي عملية إرهابية من جانب إيران على الأراضي الأمريكية، الأراضي الأمريكية مباشرة زي 11 سبتمبر مثلا. 4 غزو أراضي أمريكا تعهدت أو التزمت بمعاهدات للدفاع عنها. 5 الاقتراب من الوصول إلى تصنيع قنبلة نووية. والخط الأحمر السادس هو إرباك تجارة النفط بالشكل الذي يؤدي إلى صدمة أسعار تشعل الأسعار في الولايات المتحدة وبالتالي تربك الاقتصاد الأمريكي. هم دول 6 أسباب التي إن تجاوزتها أو التي إن اقترفتها إيران وقتها الولايات المتحدة لن تتردد في توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. طب هل هذه الأسباب تحققت؟ من وجهة نظر الأمريكان لا، ولكن إيران تقترب تحت الضغوط يوما بعد يوم من تجاوز هذه الخطوط الحمراء، وبالتالي تزيد فرص الصراع العسكري بين البلدين. إذا كانت أمريكا مرتبطة بالست اعتبارات دول، وإذا كان
إيران حتى الآن تراعي هذه الاعتبارات. طبعا من الوارد جدا أن إيران تحت الضغط العنيف جدا للعقوبات الأمريكية ممكن تتجاوز هذه الاعتبارات وبالتالي تحدث، لكن حتى الآن هذا لم يحدث. طيب إذن ما هي خيارات دول الخليج والسعودية اللي أيضا بتحمل إيران مسؤولية كل الهجمات التي بتتعرض لها من جانب الحوثيين؟ الحقيقة الإجابة الصادمة أن لا السعودية ولا الكويت ولا البحرين ولا كل دول الخليج بمعنى أصح عندها على المدى القريب والمتوسط أي خيارات أخرى خلاف الاستعانة بالولايات المتحدة، وذلك لاعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول التسليح الكامل الأمريكي، الاعتبار الثاني الاندماج الكبير جدا بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الخليجي، كل المعاهدات التي تربط البلدين. عشان هذه الدول تصل إلى قناعة أن أمريكا لن تكون جادة أو ليست جادة في الدفاع عنهم وأنها في حاجة إلى البحث عن مصادر أخرى لتأمين أمنها القومي، هتحتاج إلى سنوات على الأقل إذا اقتنعت لتغيير هذه العقيدة المستقرة منذ إنشاء هذه الدول في المنطقة. وبالتالي حتى يعني على المدى القريب وعلى المدى المتوسط دول الخليج لا تستطيع شن حرب على إيران منفردة، وفي نفس الوقت لا تستطيع الاستغناء عن الولايات المتحدة، والولايات المتحدة عمليات العسكرية ضد إيران مرهون باعتبارات أخرى لم تتحقق بعد ولا علاقة لها بمخاوف دول الخليج. أشكركم وإلى اللقاء.